بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اتحاد مثقفي دير الزور الأحرار ردا على الهجمات الرسمية التي يشنها النظام مستخدما من يوصفون برجال الدين وعلى رأسهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، إذ يقاسم النظام في وزن دماء الأدرياء ويحاول إعادة شرعنة النظام بعد سقوطه بفتواه المناهضة للأحرار. لذا فإننا نقوم بإحراق ما لدينا من كتب لهذا المؤلف بعد أن أعلن صراحة أنه من أزلام النظام، وأعلن من خلال مواقفه وفتواه موافقته على ما يحدث من قتل للأبرياء وانتهاك للحرمات وسلب البيوت واقتحامها على الآمنين فيها وترويع أهلها غير آسفين على ما فيها من علم، لأن العلم الحق يؤخذ من رجال الدين الأتقياء، حيث لم يعد لنا ثقة تامة فيما يكتبه كما كانت من قبل، فإننا لا ندري هل كان كلامه صافيا أم دلس فيه شيئا من السم في الدسم، وسيتم دفن رمادها في مكان طاهر أطهر منه، وإننا بدورنا ندعوه إلى التوبة والإياب إلى الله سبحانه وتعالى ومراجعة مواقفه وتصريحاته، خاصة وأنه رجل طاعن في السن والقبر يطرق بابه، والله المستعان وإليه المنتهى وإليه المصير. دير الزور 22 من تموز 2011 جمعة أحفاد خالد من أجل الوحدة الوطنية. ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. لا إله إلا الله، الله أكبر، أكبر الله.